اسمع هادية، قالك مصر وروسيا عشق كبير بيناتهم، بين زوج بلدان. انا عندي هاد لي جورناليست تاع النظام، مجميع جورناليست تاع نظام منافق، هذه وحده. يهضروا، واش يقولوا لهم يهضروا. الرواسة عندهم، الرواسة ديجا يكرهوا المسلمين، وشاك فوا يوريونا دي غوبورتاج هنايا، يكرهوا المسلمين ويقول لك نكرهوا المسلمين، وعلنيا يكرهوا المسلمين. على جال تشيتشينيا ديك تاعهم، واش داروا لهم من نافع غروسو مودو، بين قوسين. الرواسة عندهم مصالح، يبيعوا سلاح. البلاد اللي يبيعوا لها سلاح راهي صديقتهم، اللي ما يشريش من عندها السلاح ما على بالهمش بيهم. علاه بشار الاسد عاونوه الرواسة؟ باسكو يشري من عندهم، وديجا عطاولو حلب بدتها الروس. هادي وحدة اسمها معاونة، وكون ما عندوش باش يخلص دونك عطالهم حلب. دوكا السيسي قالك عشق كبير، اسمعوا معايا وش هو يقول هاد الداب هدايا. متابع الحقيقة للسياسة الخارجية الروسية تجاه مصر يلاحظ ان احنا يعني اتحسدنا كده بعد حادثة الطيارة. قبل حادثة الطيارة كان في عشق مصري روسي يفكرك بعشق الستينات، واي متابع للتاريخ لا يمكن ان ينكر دور روسيا بالمناسبه يعني في النهضه والتنميه والتنميه الصناعيه والزراعيه المصريه قبل السادات، يعني قبل ما يطرد السادات الخبراء الروس. كان في عشق، كان في غرام نقدر نقول، فجاه حادث طياره كان فيها غرام. انا نعرف الغرام كيكون بين الزوج والزوجه، بصح غرام بين بوتين وسيسي، هادي هي كويشن مارك هكذا كبيرة. كملوا نسمعوا. جعل كان في عشق، كان في غرام طبعا، محدش يقدر ينكر ده. ايه اللي حصل؟ يمكن ابو ميار عنده الاجابه. فز ليه؟ لانه كل شويه يقول لك ايه، ده احنا هنبعت نفتش على الطيران، ده احنا هنشوف متانه المطارات وسلامتها الجويه والارضيه والى اخره. بقت مستفزه قوي الحقيقه. والواحد كان اما بقابل اي مسؤول او دبلوماسي اساله هو في ايه؟ هي روسيا بتعاملنا كده ليه؟ اشمعنى ما بتعاملش كده تركيا اللي هي عملت فيها، ويعني ده حصل، ده سفير روسي اتقتل هناك. باسكو تراك رجال عليكم، روح كمل عمدا. يعني احنا ما، واللي هي يعني تركيا اللي محتضنه الارهاب وتركيا فالحقيقه في لغز، في لغز ربما ستكشفه الايام، واللغز ده يتعلق بمصالح روسيا مع بعض الدول الغربيه. يعني يمكن انا بفسر ده من خلال بعض المعلومات اللي برضو وصلت لها، انه في بعض الدول وبالتحديد هقول لكم برضو بريطانيا والمانيا يعني كانت بتضغط عشان السياحه المصريه ما ترجعش لمصر. يا راجل جه. يا راجل ميركل، النسمه ميركل، هي اي نعم ضربته في 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 با. هو قال ميركل، ديجا ميركل راهي كيما يقول لك، اسمحوا لي على الكلمه هذه، راهي في الاخر حتى لراسها، باسكو 13% تاع لي غاسيس طلعوا وما عندهاش الاغلبيه، وسيات باش دير اسمها، رحنا من روس للمصر، بصح نروحوا لميركل دوكا باش دير تكون حكومه
لازم لها اكثر من 20%. 13% قال لك لا لا احنا لوبوزيسيون. هضرت مع الاخرين قالوا لها لا لا ما نمدولكش. دونك الالمان ميركل الله يمركلها ابا راح يعاودوا الفوت. الفوت لازم يتعاود، وكي يتعاود الفوت الناس هضرت كي داروا الفوت كاين شي ناس اللي فوطوا عليها ندموا، قال لك لو كان عرفنا رحنا فوطينا على الطبا هذوك اللي غاسيس تاعهم. دونك كي تعاود الفوت اوتوماتيكمون ميركل تروح، يسمى تولي 50% 50%، يسمى يقعدوا غير يعاودوا في الفوت حتى تدي واحد فيهم يدي لا ماجوريتي كيما صرات لهنا في الانجليز. باش تدي لا ماجوريتي كان لازم لها 10 11 صوت واحد اخرين. ابا مدت مدت 10 مليون ولا 11 مليون لايرلند لصحاب بلفاست، مدت لهم 11 مليون الله يعلم 11 مليون باش عطاو لها هذوك 11 صوت. مع الاول دخلوا معاها في الخط وهما ضد بزاف حوايج، بار اكزومبل الاجهاض، ضد الاجهاض، ضد النساء اللي مع النساء، ضد الرجال اللي مع الرجال، محافظين لايرلند محافظين بزاف. دوكا داروا عليها لي 11 فوت هذوك لي 11 ولاو يفوتيو مع لوبوزيسيون، الحاجه اللي تقولها ما تعجبهمش يفوتيو كونتر عليها، وبورتون شراتهم. وزادت فضيحه هذيك الباتيل اللي راحت لاسرائيل وقالت لهم باللي ما راحت لاسرائيل خرجتها، نص يقول لك خرجتها نص يقول لك ديميسيونات والله يعلم، واحد ما ماش معاهم في البيروات. زاد ديميسيونه واحد اخر باسكو على التحرش الجنسي، لو مينيستر تاع لا ديفونس على التحرش الجنسي ديميسيونه. البارح فضيحه واحده اخرى انفا هي عندها بزاف وهما يحققوا فيها حتى البارح باش هضروا عليها. لقاو المينيستر هذاك اللي راهو واحد من اللي راهو يدير مع بريكسيت مع باش يخرجوا من الاوروب، كان يخدم معاه هو تاني داميا هدايا ستان مينيستر، كان يشوف في البيرو ديالو يشوف افلام اباحيه. دونك هذه فيها تحقيق بيسك لا بوليس داو الكمبيوتر تاعو داو كلش واش كاين كاع في البيرو تاعو داوه. يسمى دوكا زوج واحد اخرين راح يديميسيونيو، يسمى ديجا زوج ديميسيوناو، زوج رايحين يخرجوا يسمى حبوا ولا كرهوا. لحداش هادوك جبدوا عليها وهضروها البارح، جبدوا عليها ما على بالهمش ما مش راحين يزيدوا ساندوها، اداو الدراهم خلاص. واش قعد اسم الحكومه هذه لازم لها فوت واحد اخر كيما الالمان لا ميم شوز، ولا عاودوا الفوت اسم لوبوزيسيون اللي تديها باسكو هي دخلت بلاطاي، واللي يدخل بلاطاي يعاود يخرج بلاطاي. هنا اوموا عندهم كيما يقول لك عندهم ديمقراطيه، بصح كيما الشعوب العربيه ما عندهمش ديمقراطيه ما يسمعوش بها. هي يقول لك زعما الشعب هكذا ديمقراطي بصح تهضر راحت عليك تفوت 3 سنين 4 سنين في الحبس. كيما محمود الحسنات، احنا حبينا زعما ننشروا شويه اسلام في اوروبا، باسكو انا عندي دو شانل،
عندي واحد بالعربيه وواحد بالانجليزيه. ابا كاين شي ناس انجليز قال لك واش هو يقول هدايا، باسكو انا نكتب واش هو يقول، ابا عجبهم دوكا كي عماو هالدراهم. ها اسم الحسنات اللي كان يدير فيها ترجع له قاع شر. تشاو بومبينوس.